بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بندا نام ملا ماجد و إمام خطيب مزجوتي كم بيخوارم لخدمتنا. ما مسا أم مولونامه بابتي كرد واريانه يال خواز راوين راوتنا ونريتي كردي بفيت معلومات جناب. وكو أويك تاريخ باسي أكاد أماك بيجين سرتاوي أم خوشي در برينيك أبو بيغمري خواك لي عليه الصلاة والسلام همو صالك لجميع ولات إسلام يكانو لسر نصوص قرآن وسنة أويك خواي بروردقار أمر من بيكاك بفضل ورحمة إخوة دل خوش بينو خوشي بجيرين وابن عباس كبحبري أمناوي لبرياوة رضا ورحمة إخوة اللي بأفرميه أو فضليك أخوة بيداوين علمه ورحمتكيش خودي قرآن شاهدك أفرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو رحمة بيغمر عليه الصلاة والسلام كأخوة أمر من بيكا فرح وخشي وشعيب وبيارين ودواي أوش أوي كواكو بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم معلوم لا أهل علم كإمام بهيقية يرتو بمان أفرمي حضرتي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم خوي يزباني كردو بخوي دواي أوي كواكو بيغشتو وديار يزبانك كريا دوبارنا كريتو عبد المطلب با پیری بوی کردوه بلام امیک پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امیک کردوه یمای فیر کردوه کواکو دل خوش بین به گورتین رحمت یک اخوا پیدا بین و ولا پالی او شاک پی خوای پروردگار امر اکا کا فرمی ایامی خوای ان بیر بخرو او رجانی ک لای خوا خاونی قیمت و ریزن و همو او رجانی ک لای خوا خاونی قیمت و ریزن یکم لقران دوم لفرمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم يما بسرتشا وكمان كبيغمر عليه الصلاه والسلام نسمان قيشتوها اگر ازانين قيمتي حج شونه قيمتي صفا ومروه شونه قيمتي اسراء ومعراج شونه همو بيغمر فيريك دوين عليه الصلاه والسلام كديار قيمتي سرتشا وك خوي لهمو او رجانه بقيمتها واوشي كواكو وكو عرض فرمايش تانكر دوكو دابو نريتي كردي بل اميك امرو اكلي لنا وملتي كردي يما وكو عاشقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سلطان مظفر الدين ابو سعيد كبري هوليري كي كم جار هستا وب ام شوازي ادا كردني خوشي وشاي وفرحي خوي برابر ببيغمر صلى الله عليه وسلم ولا كتب تاريخه ولا لاي اهل علم معلومه كسلطان مظفر الدين زاوي صلاح الدين ايوبي ولقرني بينجو شاشا جياوة او هي امر دينيه ويك يقول زهاد كابن كثير الذهبي وصفي أكن لكتاب كاني خيانا لسير إعلام النبلاء الذهبي لمجلدي بسدوى زور زور وصفي أكا والشيخ ابن كثير لكتاب كي خيا بداية ونهاية وصفي زور لورع لعلم لعقل سلطان مظفر الدين كبري من بو أكا أم بيا وبرزاك يك يقول لسلاطيني كرد زاوي عرزم كردي صلاح الدين أيوبي بوهستا وهمو صالك سيصد هزار ديناري صرف كردوا بو أم مولده بويك تاريخ باسي أكا 5000 مر وأزانم ياك هزار يا صد دانا رشولاخ ودو هزار دانا مريشكي سر بري وسوري كردوتو وكردوية بطعام وخواردن وشيرينيو هموي حاضر كردوها كواكو بدري بخوردي مسلمانانا ولأنحان وقاتي عالمي إسلامي بتايبت لبغداد لموصل لجزيرة كواكو نزيق بون لهوليرا ولو سردما علماء بان كردوها مولدي أنخوان دوتو وحتى إيك يقلو علماء كخلاتي ورقرتوها لسردسي سلطان مظفر الدين ابن خطاب وحافظي ابن خطاب كيك يقول لقورزانا يعني أمدينا كتابي كينوسيوة بناوي التنوير في مولد بشير النذير وسد هزار دينار لو سردما سلطان مظفر الدين كوكبري خوي خلاتي أو زانا قوري كردوة ولا زناياني إسلام لشيخ ابن حجري عسقلاني شيخ ابن حجري هيتمي ابن الحاج وإمامي السيوتي وزوريك لو كلازانا بيا ومحدثة قورانا هستاون بوي كواكو أفرمون قيام باحتفال شايران بمولدي بيغمر صلى الله عليه وسلم كلا أفعال يا كواكو إما نزيك كاتو لأخواي بروردقار نشاني خوشويستي بيغمر صلى الله عليه وسلم وأقر إما بين أمشتا ببدعيك سيئة ناوي ليبوين أعازنا الله أبي أول بر لهم مشتيك حفازي خمان علماي أم دينا كناقلي ديني بيغمر بون صلى الله عليه وسلم وأوان لدروازي أوان وإما أغينا برسول الله يان عليه الصلاة والسلام أبي بين متهم يمكن بإبتعاد ابتداع كأمج لقل أقلش ولقل نقلش ناقنجي بل أمايك يكلا دابون الذي تكاني من التي كرد العشقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كهم صالح بمشي وازا بيروزا شايو خوشي جروني خوان برابر برحمتك أخوابي داون أو كسيك لأقري جهنم نجاتي داون دري أبر.
هندك سرود معناه سرود يعني اوازي كردي بله يعني اگرته بو مقاماتي كردي مقاماتي كردي اگرته بو سر لهجه هورامي يعني خانقي امانه بوچي كمتر است كومل كتراتون عربين لخارج وين است بوچي كرديكان زينو نا من خوم بيم خوشه يك يقلوشتاني ك بنده زور مسرم لسري اولا ناساندني كلابياواني خو مانوكو سلطان مظفر الدين كفخره براسي العالم الاسلامي امرو اما ولدك اكري بمشوازه او يا كم جربنا غيدانيا وحتى اوك وزارتي پروردة بيم خوشه لنا وكتابه كاني ميجوا بيان ناساني من الله كان مان برو الله كان مان كبزان كرد خاوني تميجوي كي عظيمه وحتى لنا وزانايانا في يوكو ابن صلاح شهر الزوري او خزمتي ككرديتي با فرمودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشل علم الروائي وتشل درائي بتايبد لدرائيه وللموكو لبشي كلتوري كردي ناساندني شعراي كرد ناساندني ادباي كرد وبلاو بيكردني شعر وكلتوري كردي من خوم بنفسي خوم بيم خوشا ويك يقلوانم كمسرم حتى زور ولات يقرا ومبمجلي كردي خومو بوي بم بنيونر يقبو ملتي كرد كبزان ملتي كرد مسلماني تيايا خنواري تيايا والحمد لله ملتي كرد ملتي كبدر يا جايم يجوي اسلام كسردمي صحابه وتا امرو بباراستني كلتوري كي كردي رسني جوان توانيتي خزمت بايني بيروز اسلام بكاو تيكاليك واشتيق لقل كلتوري بيغانا وبيعني يعني دروي عرب لقل عيني بيروز إسلاما بوي كواكو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بغفر مديك أفرمي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أزرها وأزر من عمل بها أوي كواكو بين أشتعني كموافقين لقل دينا ودرجاتيان لقل قواعد أم دينانية قيتشكا أشتكي زور زور بيروزا بتايبد إيما لحن أوازو مقام كان من براسي زور زور دل راكيش دل نواز وبراسي خاوني زور زور ادبيات و شعراء ويعني بياوي دن خوشش من زور زور بدرجه يعني ميجوي ملتي كرد والسلامه عليك يا اخوان جزاكم الله